بدأوا بإلقاء الطعم في المياه مجدداً. التيارات مذهلة تماماً هنا. هناك فرق في ارتفاع الموجات بمقدار 6 إلى 9 أمتار، وتندفع المياه وتسحب بسرعة، لذا أظن أن ذلك سينشر رائحة الطعم في الأرجاء. لدى أسماك القرش هذه قدرة كبيرة على إيجاد الروائح، وهذا سيعمل لصالحنا. سنرى. سمكة قرش! سمكة قرش! ها نحن! ها قد بدأنا! اسحبوا كل العوامات، وإن كانت تسحبك فأفلت الحبل يا وارن! أفلت! أفلت! لا لا! أوه! يلا إنها سمكة قرش بيضاء! انظروا، عليكم أن تروا ذلك! كان ذلك مذهلاً! يا للروعة! ها هي هناك! أجل، في هذا الجانب، تتجه أسفل القارب. كم هي سريعة! إنها سريعة. ها هي! رائع، انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا، أمسكت بالطعم. أوه أجل، أجل، لقد نجحت. لقد نجحت يا غريغ. إنها أول كاميرا على الإطلاق توضع على سمكة قرش بيضاء في كندا. ستسجل كل حركة تقوم بها السمكة التي أسموها كوادي في 24 ساعة المقبلة، ثم تتحرر. كان ذلك رائعاً! هل رأيت ذلك؟ أجل رأيته! هذا مذهل! يا أجل! ما زلت أرتجف بعد مرور نصف ساعة، لأنني ما زلت متحمسة. يتعقب الفريق كوادي باستخدام سماعة لالتقاط الإشارة المنبعثة من الجهاز. أجل مرحى! إنه يمسح المنطقة وسيطلق إشارة ثم ستعود. 55,001 وجدها. يا للروعة! هذا مذهل! تسبح كوادي في قاع البحر على عمق 22 متراً، وتبقى قريبة. هناك الكثير من العوالق في المياه، لا يمكن الرؤية لأبعد من متر. يمكن للحساسات تحديد عمقها وسرعتها وتسارعها وحتى اتجاهها. قد تعود هذه السمكة. أجل. في المياه الأكثر عمقاً تبقى كوادي في أعلى 60 متراً من عمود الماء. من الغريب لسمكة قرش بيضاء ألا تغوص إلى عمق أكبر. وبعد 30 دقيقة أسرعت فجأة وتوجهت إلى الجنوب، وفقدوا إشارتها. لم نجد شيئاً،